أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري مباشرة من قناة السابعة. فتح منسق هيئة الحوار والوساطة كريم يونس النار على من وصفهم بمنتهكي حياته الشخصية، متهما إياهم بالترويج بالأكاذيب بشأن عائلته، من بينها أن ابنه يعمل بفرنسا، داعيا إياهم للتحلي بالأخلاق والابتعاد عن سياسة التشويه. وقال يونس اليوم خلال اجتماع أعضاء لجنة الحوار والوساطة مع الأساتذة الجامعيين في العاصمة بأن حملة الانتقادات التي تتعرض لها هيئته لن تعيدهم للوراء. شدد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله على ضرورة التمسك بالحراك الشعبي وتعظيمه بسلاح الإصرار والاستمرار حتى تتحقق المطالب السياسية، متوقعا تلاشي هيئة كريم يونس تزامنا مع الدخول الاجتماعي المقبل. جاب الله تمسك بمخرجات اجتماع المعارضة يوم 6 جويلية، معتبرا أنها سابقة في تاريخ الجزائر أن تحقق المعارضة ما فشلت السلطة في القيام به. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل للجزائريين الحاصلين على البكالوريا الأجنبية لتقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، ويتعلق الأمر بالجزائريين الحاصلين على شهادة البكالوريا الأجنبية لعام 2019، بالإضافة إلى الأجانب الحاصلين على البكالوريا الأجنبية أو شهادة معادلة معترف بها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.